طيب استاذ علي، نعود الى قضيه محمد بن سلمان. يعني خلينا ناتي لحضرتك، ما اعرفش حضرتك متابع من امتى، لكن احنا استعرضنا مجموعه اراء بتحدد مستقبل محمد بن سلمان. فهناك راي الاستاذ فهمي هويدي والاستاذ ميشيل كلو انه خلاص الحبل بدا يلتف حول رقبه محمد بن سلمان وهو في طريقه الى الاطاحه او خلاص انه ماشي. لكن هناك اراء زي راي الاستاذ زي يزيد صايغ والاستاذ سليم عزوز بانه لا، هذا الشخص صعب جدا التخلي ان يتخلى عن منصبه او المكانه دي، وانه ممكن يولع في الارض السعوديه كلها في مقابل انه يقعد على العرش. الى اي الاراء تميل حضرتك؟ قبل ان اجب على السؤال اقول لك انه انا اول من كتبت عن محمد بن سلمان قبل سنتين، عملت عنه بروفايل يعني قبل أن يصبح ولي العهد، وقبل ذلك أشرت في حوار ونقاش مع باحثين بأن هذا الشخص سيكون له دور كبير في المستقبل، وربما يكون ولي العهد أو الملك القادم بسبب شخصيته الاندفاعية وسلطته التي بالفعل حقق بها أشياء لم يكن أحد أن يحلم بها، عزل أعمامه وابن عمه القوي محمد بن نايف. فأتصور هو الآن من ناحية سياسية هو أقوى زعيم سعودي منذ، حتى أقوى من جده عبد العزيز الذي كان هنا في توازنات مع أخوانه وما شابه. محمد بن سلمان هو السلطة الوحيدة التي تمسك بكل شيء، بكل الأجهزة العسكرية والأمنية وبالجهاز الاقتصادي وبالديوان الملكي. فمن الصعب حصول منافسة حقيقية من قبل، حتى لو كانت هناك مجموعة من آل سعود. داخليا هو قمع المواطنين على بكل مستوياتهم وبكل توجهاتهم، والجهاز الأمني لا زال مواليا له بشكل كبير كما رأيته في قضية قتل وإعدام جمال خاشقجي. فأتصور في الوقت الحاضر أقول بأنه لا زال مسيطرا ومن الصعب إزاحته. ونقول هذا الكلام لأن نحن لا نريد أن نخدع أنفسنا، لا، ليس دعما لشخص أو معارضة له، ولكن لنقول الحقيقة في المدى القصير هو صعب إزاحته، وحتى الأمريكيين يعرفون ذلك. ولكن في المراحل القادمة هناك ضغوط كبيرة لأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية السعودية وحتى البريطانية السعودية، واللي هي الأم الحنون للنظام السعودي، يحصل نقد على العائلة المالكة أو في طرف في العائلة المالكة. فهذا يحدث ضعف طبعا عند العائلة الحاكمة، وربما بعضهم يهرب من البلاد ويتبرأ من النظام، ويحصل هناك نوع من القبول على الأقل لم يكن الدعم الخارجي لإطاحة حتى بالنظام الملكي ككل. لأن هذه أعتقد رغبة، لو استطلعنا اليوم رأي الناس عندنا ستكون هذه الرغبة في إبعاد هذا النظام الملكي، لأنه من الصعب الحفاظ على نظام ملكي في مثل هذه الظروف في عائلة بهذا الحجم. طيب